هذه رأسية وهدف أول، هدف أول في المباراة لفريق الفيصلي. إذا المباغتة تأتي في الدقائق الأولى، توزيعة رائعة ورأسية مخادعة. كنا نعتقد بأن حارس مرمى جوفر سوم سيتمكن منها، ولكن حسون الشيخ هو الذي يتمكن من تسجيل هذا الهدف الأول برأسية ممتازة. حسون الشيخ وأول أهداف اللقاء لصالح فريق الفيصلي. توزيعة كانت ممتازة ورائعة على رأس حسون الشيخ الذي تمكن من تسجيل أول أهداف المباراة. إذا هدف أول للفيصلي يأتي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، على أمل أن نتابع المزيد، أن نتابع الأفضل والأحسن. رأسية مخادعة جدا ومباغتة وهدف أول في المباراة. محاولات مستمرة وكرة خطيرة جدا لفريق الفيصلي. مستمرة محاولات الفيصلي من مهند المحارمة وكرة عبد الإله، وهدف ثاني، هدف ثاني، نعم هدف ثاني رائع من خليل بني عطية. خليل يتمكن من زيارة شباك هيثم بكار من جديد، وهدف ثاني في ظرف 16 دقيقة. يتمكن فريق الفيصلي من تسجيل هدفين لصالحه خارج دياره ليؤمن ربما فوزه السابع على التوالي في الدوري المحترفين الأردني. الفيصلي الزعيم يتزعم كل الأندية التي لاقاها منذ بداية الموسم الجديد لكرة القدم الأردنية. ممتاز جدا عبد الإله الحناحنة في هذه التوزيعة، ولمسة واحدة غالطت الحارس هيثم بكر الذي ربما سقط على أرضية الميدان قبل أن تصله كرة اللاعب خليل بني عطية. خليل بني عطية يفلح في تسجيل الهدف ويتمكن على الأقل المدافع من تأمين النتيجة بهدف ثاني في انتظار مجريات أخرى لأحداث هذه المباراة. إذا المارد الأزرق والانطلاقه من هاي، يلعب كره في وسط الميدان باقصى سرعه، باقصى سرعه مهند المحارمه، لمسه الواحده لهايل، هايل يمر، وهدف ثالث ممتاز، هدف ثالث رائع لاحمد هايل بعد المرور الذي كان من بهاء عبد الرحمن، والتوزيعه الرائعه من بهاء على قدم احمد هايل. هايل يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيا في هذه المباراه، ثلاثة أهداف كاملة للزعيم الأردني الفيصلي صاحب الألوان الزرقاء. الزعيم يبقى زعيما، لعب خارج دياره أو داخلها، يفجر كل إمكانياته، يسجل كل أهدافه، يدفي بروعة وبأناقة على مبارياته. حضر جمهوره أم لم يحضر، تألق لاعبوه أم لم يتألقوا، دوما مسجلا الأهداف، دوما كاسحا، دوما جارحا. هنا بهاء او حسون الشيخ الذي وزع هذه الكره بامتياز. اليوم هو المايسترو، اليوم هو القائد، هو العطاء، هو المانح، هو الفنان، هو الشرطي الذي يوقف حركه المرور وحركه الاهداف، وهو ذاته الشرطي الذي يامر بمواصله الطريق وبمواصله تسجيل الاهداف. وعزف منفرد من الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي من المباراة، والتسديدة وعودة من التسلل، لا الهدف، الهدف 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 الرابع. هايل والهاتريك، هايل البارع، هايل الحاضر، هايل المفتاح، هايل الحفار الذي يحفر قبر كفرسوم في ملعبه، هايل اليوم يحفر قبر كفرسوم بثلاثية كاملة، لا يتوانى، لا يرحم، لا يشفق. هائل على طريقة ليونيل ميسي، في كل الأماكن تجده يسجل، في كل الأماكن يشتم الكرة، في كل الأماكن. إلى أحمد هائل، عموما من الصعب الحكم على هذه الكرة بهذه الصورة وبهذه الزاوية. وزع الكرة وصلت إلى هائل، رفعها بمهارة ميسي. لا، من هذه الكرة كمان لا يمكن الحكم، يجب على مخرج المباراة أن يعيد الكرة الأولى ومن هذه الزاوية كذلك لنتأكد إذا كان
النواطير متسللا ام لا. عموما الحكم احتسب الهدف والهدف الرابع. المشكوك في صحته هنا اللقطة المطلوبة. لا 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 لم يكن متسللا. اذا الهدف سليم وصحيح. الهدف سليم وصحيح لانه تأخر مدافعي كفرسون في هذه الكرة. مزيدا من الاعادة. هذه التسديدة قبل ان تنطلق من القدم لكن يجب ان تكون الزاوية اكثر وضوح. لا 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 يوجد بتاتا تسلل. لا يوجد بتاتا تسلل من النواطير. النواطير وزع الكرة وهايل لم اللعب تقريبا عشوائي بين الطرفين. هذه كرة خطيرة للفيصلي وهدف خامس. هايل الآن الذي تنبأت له بالهاتريك يسجل الهاتريك. إذا أنا لم أكن مخطئا في نهاية الشوط الأول لما قلت بأن أحمد هايل سجل الهاتريك. هايل رائع اليوم. هايل أكثر من هايل. أحمد يبصم على الثلاثية وهدف رائع جدا. تسديدة قوية. اختفى الفيصلي شيئا في هذا الشوط الثاني ولكن كما يقول المثل العربي اختفى ظهرا ونطق كفرا. وبالتالي الهدف الرائع جدا أجمل أهداف هذه المباراة أتى من القدم اليسارية الساحرة لأحمد هايل الفنان. بكل الأقدام يسجل ومن كل الزوايا يبدع وفي كل الملاعب يبصم. عبد الهادي ثم عصام يلعبها كرة عرضية. الانطلاقة من هايل. هايل يبحث عن الحل. يحتفظ بالكرة هايل يعكسها مباشرة وهدف. هدف سادس. هو الهدف السادس. هدف سادس الآن. الفيصلي مرعب. الهدف الأول الفيصلي أمير. الهدف الثاني الفيصلي نسر. الهدف الثالث الفيصلي امبراطور. الهدف الرابع الفيصلي عميد. الهدف الخامس الفيصلي متزعب. الهدف السادس الفيصلي نسر يحلق من دون ان يلحق به ولا اي طير من طيور دور المحترفين الاردني. بابداع باتقان بفرجة بمتعة. سداسية البارسا في شباك اندية مختلفة. في شباك سوسيداد وساسونا فياريال. في شباك حتى اتلتيكو مدريد. يسجل اليوم الفيصلي في شباك فريق كفرسوم لتكون هذه النتيجة هي أثقل.